Oxygen Blood Flow and Glomerular Filtration Rate. قبل ما ابدا في اي اهداف، لو تخيلت نفسك في العنايه المركزه او في الاستقبال، خلاص، وجالك عيان في حادثه نزف كميه دم مهوله، خلاص، انت تتوقع او تتخيل لو جمعت كميه اليورين عنده تلاقيها عامله ايه؟ كتير ولا شويه؟ طيب حد يفكر كده ويقول لي ليه اليورين فوليوم في بلاد بلس بيشن هل ايه قليل؟ لان اساسا اليورين يجي من البلد، من الفلتريشن، اليورين يجي من البلد. ها وبعدين؟ فلتريشن يجي بلد، فما في بلد راح يجي للفلتريشن، ممكن يقلل. حد عنده رايك؟ فاز كونستريكشن لمين؟ من الرينال ارتريز. فاز كونستريكشن لمين؟ ارتريز. انا الهي ارتريز، ما هو الجسم مليان ارتريز. رينال ارتريز. رينال ارتريز. فكر يا جماعه في مشكله، هيشتغل الرينين انجيوتنسن سيستم. حد عنده راي تاني يا جماعه؟ طيب كلام جميل، هنشوف اجابه الكلام ده كله فين في خلال المحاضره ككل. يعني لو بداناها اكيس ديشن فور اكزامبل 25 years old come to the university hospital complaining of severe blood loss severe hypertension comment on urine volume. You said urine volume is decreased. What is the mechanism? You give many mechanisms. We will see whether it is true or false after this lecture. بعد المحاضرة يا جماعة نشوف بقى نعمل كومنت في نهاية المحاضرة على الحالة دي. هل الكلام اللي انتوا قلتوه صح؟ طيب ولو صح هل هو ده بس ولا ممكن نضيف عليه حاجات تانية؟ لما اقول renal blood flow and glomerular filtration rate يبقى في سيرتن اوبجيكتيفز لازم اغطيها. اول حاجه عندي ديسكرايب ذا سبيشال كاركترز اوف ذا رينال سيركوليشن فروم فانكشنال اور فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو. يو ويل ستادي رينال سيركوليشن اي ثينك ان اناتومي بس ان انذر بيكتشر هير ان فيسيولوجي وي ديسكاس ات فروم فانكشنال اور فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو. ذن Second objective, outline factors affecting renal blood flow. Common question. كتبنا يا جماعة دايما السؤال المتكرر regulation أو factors affecting. يبقى outline احنا بنقول ايه؟ Factors affecting renal blood flow. Then discuss auto regulation of renal blood flow. لو نفتكر السنة اللي فاتت يا جماعة احنا بناخد في ريجوليشن البلاد بريشر كان في حاجة اسمها ايه؟ اوتو ريجوليشن، وخدنا ريجوليشن للكارديو اوتبوت لو تفتكر، وكنا بنقول حاجة اسمها اوتو ريجوليشن، وهنعرف يعني ايه حالا اوتو ريجوليشن. بعد كده ديسكرايب تيوبيلو جلوميرولار فيدباك، سؤال متكرر سواء شفت الاي سي اي ام سكيو، يعني ايه تيوبيلو جلوميرولار فيدباك؟ ثم السؤال اللي جه السنه اللي فاتت اللي هو مين؟ جلوميرولار فلتريشن ريت. السؤال جه قال لي ديفاين جلوميرولار فلتريشن ريت اند ديسكاس فاكتورز افكتنج ات. او المقصود بها الداينامكس زي ما هنقول. يبقى ديسكاس جلوميرولار فلتريشن ريت ريجاردنج ديفينيشن النورمال فالت سيلين سكيورتي اللي جت قبل كده الداينامكس او الميكانيزم ثم الفاكتورز افكتنج. واخيرا describe the composition of the primary urine. لازم تبقى عارف الفرق بين حاجتين، حاجه اسمها primary urine والsecondary urine. اليورين اللي بيخرج على الشارع ده secondary urine، لكن البرايمري urine ده اللي هنتكلم عنه النهارده اللي هو حاجه اسمها glomerular filtrate. دي الاهداف بتاعت المحاضره. اول حاجه عندي خالص هتكلم عنها حاجه اسمها special characters of renal blood flow. قبل ما اتكلم على special character للرينال blood flow كلمتين صغيرين جاست انترودكشن للكيدني. الكيدني ده عباره عن بلفيك اورجان ولا ابدمنال اورجان ولا ثوراسيك اورجان ولا مكانه فين بالظبط؟ وعندنا كام كيدني؟ تو كيدنيز. السايت بتاعهم فين؟ يعني في رجليك ولا في ايديك ولا فين بالظبط؟ في الابدن ابدمنال اورجان. في رحم ستومك ولا في رحم البنكرياس ولا فين بالظبط؟ يعني بريتونيال ستراكشر ولا ريترو بريتونيال ستراكشر ولا فين بالظبط؟ ريترو بريتونيال ستراكشر. تو كيدنز اتش اوف ايه؟ كان بتكلم دلوقتي على
الفانكشنال ستراكشر ذا كيدني، اناتوميكال ستراكشر وهيستولوجيكال ستراكشر هتدرسوهم بالتفصيل الممل، لكن يهمني جدا الفانكشنال ستراكشر. ابقى عارف ان الكيدني عباره عن ايه؟ تو ميجر بارتس. لو انا جبت كده وقمت عامل كروس سكشن فيه، انا بتتكون من حاجتين اساسيتين اللي هي ماكروسكوبيك فيتشر. لو بصيت بعينيا كده هلاقي في حاجه اسمها الكورتكس وحاجه اسمها الايه؟ المظله. خلاص؟ طيب لو انا جيت حاولت اقارن مقارنه بسيطه فروم فانكشنال بوينت اوف فيو ما بين الكورتكس وما بين المظله، بص على الرسمه دي كده، هلاقي الكورتكس اللي هو الجزء ده، هلاقي ايه الاستراكشرز اللي موجوده فيه؟ عشان دي نقطه مهمه ممكن يبقى سؤال فيسيولوجي اناتومي في نفس الوقت. مين اللي مور باسكولار ستراكشر؟ هل هو الكورتكس ولا المظله؟ شاطر. طب ليه؟ يبقى ده يعتمد على الكونتنت او الاستراكشر بتاع الكورتكس والاستراكشر بتاعت المظله. الكورتكس ريتش ان بلاد صح؟ هلاقيها ريتش ان ايه؟ دي ميجور بارتس اوف ذا نيفرونز. هنعرف يعني ايه نيفرون حالا. المظله هلاقي في حاجه اسمها الميدالري بيراميد. لو بصيت على الرسمه دي كده ادي حاجه اسمها الميدالري بيراميد، البيز بتاعته في اتجاه مين؟ الكورتكس. والابكس هتلاقيها بتفتح على حاجه اسمها الايه؟ ماينور كاليكس او الماينور كاريسز ده معناها صح. وفي هنا حاجه اسمها البادله، والماينور كاريسز بتتجمع علشان تعمل لي حاجه اسمها الميجور كاريسز، والميجور كاريسز تتجمع لي عشان تعمل لي حاجه اسمها الايه؟ الرينال بلفس. الرينال بلفس من خلال اليوريتر يكمل لحد مين؟ حاجه اسمها مين؟ ها اليورينال بلادر. يبقى تاني في حاجه اسمها الايه؟ الرينال كورتكس، الرينال مظله. الرينال مظله هلاقي في حاجه اسمها الايه؟ البيراميد، حاجه اسمها ماينور كاريسس، حاجه اسمها الميجور كاريسس، حاجه اسمها الرينال بلفس، حاجه اسمها اليوريتر، حاجه اسمها الايه؟ اليورينري بلادر. حد يعرف حاجه اسمها اللوب اوف ذا كيدني؟ ايه هو اللوب بتاع الكيدني؟ اللي هو الميدلري بيراميد ولا كروسماندنج؟ يبقى عباره عن الميدلري بيراميد ويمين والجزء بتاع الكورتكس اللي فوق، الجزء ده كده بيقولوا عليه الميدلري بيراميد. الكلمتين دول بتبقى مهمه ليه؟ لانها هتفرق معايا لما بتكلم في السيركوليشن بتاعت الكيدني. طيب قبل ما ندخل في السيركوليشن فاضل كلمه صغيره وهنعيدها ونزيدها ان شاء الله في المحاضره الجايه ان شاء الله. ايه هو النفرون؟ It is the structural and the functional unit of the kidney. بمنتهى البساطة هو عبارة عن ايه؟ لما بص على رسمة زي دي كده قدام اهو، الرسمة دي كده هلاقي في الطاقم حاجة اسمها ايه؟ هلاقي في حاجة اسمها اللي هو الجلوميرولس، وفي حاجة اسمها الرينال تيوبيلز، في حاجة اللي هو اسمها الايه؟ بروكسيمال كونفليوتد تيوبيول، في عندي لوبو فينل، ديستال كونفليوتد تيوبيول، وكونكتنج ايه؟ داكس. النفرونز اللي هنتكلم عنها المره الجايه هنعملها كمقارنه ان شاء الله، في نوعين من النفرونز لازم افرق بينهم، حاجه اسمها الكورتيكال نفرون وحاجه اسمها الجاكستا ميدالري نفرون. جاكستا ميدالري مينز تعني ايه؟ جاكستا ميدالري دي سايد اورنير تو دي مظله. حد يقدر يعمل لي مقارنه بالاثنين؟ هنتكلم عنهم المره الجايه ان شاء الله، بس بالرسمه دي الكورتيكال نفرون يبقى المين كومبوننت بتاعه موجود فين؟ في الكورتكس، وجزء بسيط جدا من اللوبو فينال بيوصل للمظله. لكن الجاكستا ميدالري شوف الايه؟ اللوبو فينال نازله لحد فين؟ بتنزل ديب ان ذا ميدالري بيراميد. تو سمرايز وي هاف تو كيدنيز ريترو بريتونيال ستراكشرز اتش اوف ويتش كومبوزد اوف كورتكس اند مظله. بارت اوف كورتكس ويز كورسبوندنج ميدالري بيراميد از كولد لوب. The medullary pyramid of an into minor calyces which connect to form major calyces which connect to form renal bulbus which enter into the urinary bladder through the ureter. Ureter connects the kidney to the urinary bladder. Then, special characters of renal circulation. لما ابص على الرسمه اللي عندي دي يا جماعه هلاقي في عندي هنا حاجه اسمها الايه؟ الاورطه، هيطلع لي حاجه اسمها رينال ارتري.
الرينال ارتري هيعمل هيطلع حاجه اسمها انترلوبر ارتريز. انترلوبر ارتريز هتدي برانش اسمه الارتويد ارتري. شايفين يا جماعه الايه؟ الاريا اللي ما بين الميدالري بيراميد والكورتكس، هلاقي الجزء اللي بينهم دوت هلاقي فيه حاجه اسمها ارتويد ارتري. لو هيمشي هيطلع لي من حاجه اسمها الانترلوبر ارتري. الارتويد ارتري ده هيمشي يعمل لي حاجه اسمها يطلع لي برانش اسمه انتر لوبيولاي. الكلام ده انا بقوله انت هتدرسوه كاناتومي، لكن انا بعد ما هقول السيركوليشن بسرعه هقول فيها سبيشال كاركتر غايه الاهميه في السي اس كيو وتخدمني في المحاضره. يبقى ده اسمه انتر لوبيولار ارتري. الانتر لوبيولار ارتري هيطلع لي حاجه اسمها افرنت ارتريول. الافرنت ارتريول هيدي مين؟ حاجه اسمها جلوميرولار كابيلاريز. الجلوميرولار كابيلاريز دهيت هتتجمع لي وتعمل لي حاجه اسمها الافرنت ارتريول. انا ما بقولش، انا لسه لحد دلوقتي ما قلتش اي سبيشال كاركتر للسيركوليشن، انا جاست انيوميريت ذا فلوز للسيركوليشن. هيطلع بعد كده الافرنت ارتريول دوت هيعمل لي، هيطلع لي تو سيتس اوف كابيلاريز، يا اما يطلع لي حاجه اسمها بيري تيوبولار كابيلاريز اللي هي هتبقى فين؟ في الكورتكس اللي حوالين الرينال تيوبولز في الكورتكس. لكن بعض الكابيلاريز بتنزل ديب في المظله وبتمشي بتبقى يو شيب تيوب حوالين مين؟ اللوبو فينال، يقولوا عليها حاجه اسمها الفازا ريكتا. هذه الكابيلاريز هتكونكت وتبدا على الفينا سايد بقى تعمل لي حاجه اسمها ايه؟ ها؟ انتر لوبيولار فينز ثم اركوت فين ثم مين؟ انتر لوبر فين واخيرا الرينال فين. الكلمتين اللي انا قلتهم دول ده كلمتين اناتومي، انك تعمل لي انيوميريشن للسيركوليشن كده ده كلمتين اناتومي. لكن المهمين فروم دي فانكشنال بوينت اوف فيو، ايه النقط بقى السبيشال كاركتر لهذه السيركوليشن؟ اول كاركتر فاكرين لما كنا بنتكلم في الاندوكراين كنت بقول حاجه اسمها البورتال سيركوليشن؟ حد يديني ديفينيشن للبورتال سيركوليشن كده؟ يعني ايه بورتال؟ الانجلش ديفينيشن ها؟ ما اقولكش يعني ايه؟ ووتر تقعد تفكر 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 وبعدين تقول لي دي ميه، طب عملنا ايه؟ ها؟ General definition for portal circulation. Ordinary circulation is a one set of capillary circulation. Portal circulation means double capillary circulation. Double capillary circulation. لو تفتكروا يا جماعه كان في حاجه اسمها ايه؟ هايبوثلامو هايبوفيزيال بورتال سيركوليشن. لو تفتكروا كان في عندي حاجه اسمها الهايبوثلامس ايه؟ صح؟ وانتيريور بيتيوتري. في الهايبوثلامس كان في فيرست سيت اوف كابيلاري. تنزل على الانتيريور بيتيوتري تعمل لي دي سكند سيت اوف كابيلاري. اي سيركوليشن فيها تو سيتس اوف كابيلاري بقول عليها بورتال سيركوليشن. في عندنا هنا وقت في الهايبوثلامس وهايبوفيزيال بورتال سيركوليشن، في البورتال سيركوليشن في الليفر وهنا في الكيدني. لو ركزتوا يا جماعه الاقي في حاجه اسمها ديلومير كابيلاري ذا فيرست سيت اوف كابيلاري. تاني حاجة هلاقي فيها عندي مين؟ البيرت يوبيولار كابيلاري أو البازا ريتا ده السكند سيت أوف كابيلاري. وبالتالي بقول لك أول سبيشال كاركترستيك فيتشر لهذه السيركوليشن إنها وان تايب أوف بورتال سيركوليشن. وان تايب أوف بورتال سيركوليشن. ملحوظة واضحة يا جماعة؟ دي أول حاجة عندي. يبقى أول صفة مميزة لهذه السيركوليشن إنها إز أ تايب أوف بورتال سيركوليشن. مين مانع إن يجي يسأل إيش كده يقول لك إيه؟ Which of the following is a type of portal circulation؟ ويجيب لك أمثلة من ضمنها مين؟ الرينال سيركوليشن. أو إيه المانع يقول لك define portal circulation and give examples three examples؟ إيه المانع؟ وابحث الصورة يا جماعة؟ كلام كويس. ده أول سبيشال فيتشر لهذه السيركوليشن. تاني حاجة عندي لو تلاحظ كده واحنا وصلنا للافرنت والافرنت ارتريول، ده الافرنت ارتريول وده الافرنت ارتريول، هل في فرق بينهم؟ طبعا في فرق. ايه الفرق؟ الديامتر. هتلاقي مين اللي مورفك؟ الافرنت ارتريول. يعني هتلاقي بص يا جماعه بالشكل ده كده، ادا الافرنت ارتريول، ادا الكابيلاريز هنا كده، ادا الافرنت ارتريول.
ده يفرق؟ يفرق. لما نيجي نتكلم حالا في الايه؟ في الجلوميرولار فلتريشن ريت، هنقول ان دي حاجه غايه في الاهميه. خدناها في الكارديو فاسكولار سيستم لو تفتكروا. لما اجي اقول لك البلاد بريشر فاكتورز افكتنج البلاد بريشر ريجوليشن، كنا بنقول من ضمنها الدايمتر اوف ارتريول، صح ولا لا؟ ذا فيت ذا ليس ذا دايمتر ذا مور ذا ريزيستنس ذا مور ذا بلاد بريشر. بالظبط زي ايه؟ لو انا جبت خرطوم يا جماعه وايه؟ وحبيت ارش ميه، فتحت الحنفيه الميه بسيطه، فانا عايز اخلي سرعه الميه اكتر، بتلاقي نفسك بتضغط على الخرطوم عشان تضيق السيرفس اريا، صح؟ فتلاقي الايه؟ الميه بقت البريشر بتاعتها اكتر. وضحت الصوره؟ فنفس الكلام وجود هذا الافرنت ارتريول يبقى ليس ان دايمتر بيساعد زي ما هنقول كمان شويه ان شاء الله في الريجوليشن بتاعت مين؟ الجلوميرولار فلتريشن ريت. كلام كويس. يبقى دي تاني صفه تميز هذه السيركوليشن. تاني صفه تسيب ايس كريم جت قبل كده الجلوميرولار كابيلاريز. النورمال لو تفتكروا الكارديو فاسكولار سيستم كانت الكابيلاري بريشر تقريبا كام؟ السيستميك كابيلاريز كانت تقريبا من 15 او من 10 ل 15 اقصاها 15. تخيلوا هنا البريشر كام في الجلوميرولار كابيلاريز سيريم سكيو 60 مليمتر مركري 60 مليمتر مركري. The highest pressure over the body to all capillaries is the glomerular capillaries. الجلوميرولار كابيلاري بلاقي البريشر فيها 60 مليمتر مركري. دي مهمة مهمة جدا جدا جدا. هنتكلم فيها واحنا بنتكلم في مين؟ في الجلوميرولار فلتريشن ريت. لكن الشاطر بقى اللي هيبقى ليه ريال اللي يقول لي اشمعنى الجلوميرولار كابيلاريز 60 مليمتر مركري؟ اشمعنى هي اعلى واحدة؟ ثانية واحدة عشان دايمتر. عشان ايه؟ دايمتر كبير. انهي دايمتر؟ بتاع الكابيلاريز؟ بتاع الكابيلاريز. طب بالراحة كده، ركزوا معايا يا جماعة. لما الدايمتر بتاعها يبقى كبير، البريشر بتاعها يبقى عالي؟ ده بالعكس. ممكن عشان الفلتريشن او ال انا ما بقولش ايه السيجنفكتنس، انا بقول ايه الكوز. ها السيجنفكتنس هنقوله كمان شويه، لكن السبب ايه الكوز اللي الجلوميرولار كابيلاريز بتاع البريشر بتاعها 60 اعلى بريشر في اوفر ذا بادي هي الجلوميرولار كابيلاريز. نارو افرنت كابيلاريز قول لي نارو افرنت كابيلاريز بمعنى ها؟ لان الانتقال الكابيلاري ارتي مع ارتي ارتي. بص يا جماعه لك ريال يا متى ثانيه واحده. بص يا جماعه لما اجي ابص على الجلوميرولار كابيلاري هي سيستم اوف كابيلاريز بتوين تو ارتريولز. اللي بيخلي البريشر يا جماعه ايه؟ قليل في الكابيلاري ايه؟ اللي بيحكم عندي الفيصل ايه؟ انا عندي الكابيلاري اهي. في السيستمك سيركوليشن هلاقي ان هو الانتري بتاعها ارتريول والاوتلت بتاع الكابيلاري بينيول. والديامتر بتاع الارتريول اكتر ولا الفينيول؟ الفينيول. فبالتالي هتلاقي البريشر يقل. صح؟ لكن زي ما قلت لك نظريه الخرطوم، انت جبت الخرطوم قلت ايه؟ قفل شويه كده. هتزود البريشر ولا ما تزودش؟ هتزود البريشر. فانا دلوقتي ما بين تو سيتس اوف ارتريولز اند ذا افرنت ارتريول از نارور ذان ذا افرنت. فبالتالي بيعمل باك بريشر على الكابيلاري فبيرفع ايه؟ الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. يبقى لما اقول لك ليه الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر ذا هايست بريشر اوفر ذا بادي ليه يا جماعه؟ لانها بتوين تو سيتس اوف ايه؟ اوف كابيلاري. وضحت الصوره يا جماعه؟ ها شاطر يا متى. مش دكتور؟ نعم. الكوز هذا اللي كتبته يعني اعتبر ان البيتيوتري بعدنا شطريه. ثانيه واحده. كويس يا مش نفس الطريق الكابيلاريز اللي في الهيدروسلام وهيدروفيزيا البورتال سيكويشن ماشي بين تو سيتس اوف ارتريولز 1 ارتريول اند 1 فينيول. ها ما بين هنا يا جماعه هنا ارتريول وارتريول. نعم؟ يا مفتري لسه قايل من شويه كلمه بورتال تعني دبل سيت اوف كابيلاريز. يعني انا عندي ايه؟ سيركوليشن فيها ايه؟ تو سيتس اوف كابيلاريز. يعني في الهيدروسلام الرسمه اهي بصوا هتلاقي فيه هنا ايه؟ فيرست سيت اوف كابيلاري. اللي داخل هنا كان ارتريول. وضحت الصوره؟ اللي طالع ده مش ارتريول ده فينيول. هيعمل انذر سيت اوف كابيلاريز.
وبالتالي البريشر مش نفس الدرجه. وضحت الصوره؟ نعم اه اللي ما بين الاثنين بنيون. لا الست اللي بعد بنيون. ده لا ده بنيون اللي بيوصل الاثنين لبعض بنيون. ده بعد كده كابيلاريز. يعني سكند سيت اوف كابيلاريز. الفكره ايه؟ النيتشر بتاعها بعد كده فايدتها ايه او النيتشر بتاعتها ايه؟ بصوا يا جماعه دايما في عندنا في الطب مش كل حاجه ايه؟ تيريكال. كل حاجه لها في حاجه اسمها قاعده وفي حاجه اسمها ايه؟ استثناء من القاعده. وضحت الصوره؟ عشان خاطر عشان ما اخدش في سايد واي المحاضره مليانه. لحد ما احنا واقفين كده في اي مشكله كده دلوقتي؟ يبقى احنا قلنا اول حاجه انها بورتال سيركوليشن، ثاني حاجه قلت الفرق ما بين الافرنت والافرنت ارتريول، ثالث حاجه اتكلمت عنها النقط دي غايه لانها يا جماعه. ثالث حاجه اتكلمت عنها البريشر بتاع الجلوميرولار هيدروستاتيك ده يتحفظ ازاي اساميكم كتير كتير ام اس كيو. وسببه ايه في الماء؟ طب الصفه اللي بعد كده مش احنا قلنا يا جماعه ثاني حاجه عندي ان انا عندي هنا في المظله في سيت اوف كابيلاري بالذات للجاكستا جلوميرولار نفرنس اسمها الفازا ريكتا بتعمل لي حاجه اسمها يو شيد تيوب بتحبني بنين باللوبو فينل. بصوا معايا للرسمه دي. انا عندي دلوقتي ادم ايه؟ البروكسيمال كونفليوت تيوبيول. عندي هنا مين؟ الديسندنج جلاند اوف لوبو فينل وادم اسندنج جلاند اوف لوبو فينل وعندي هنا الديستال كونفليوت تيوبيول. ده بتكلم على الجاكستا لبلاري نفرون. هلاقي الفازا ريكتا بتعمل لك يو شيد تيوب كابيلاري تيوب هنا كده بتحيط بهذا مين؟ بهذا اللوبوس هنا. طب دي له اهميه فيري امبورتنت. ده ان شاء الله هناخد محاضره عن حاجه اسمها الكونسنتريشن اند دايليوشن اوف يورين. ان شاء الله هتعرف ان اليورين فيليوم بتاعك في اليوم كان تقريبا متر ونص في اليوم. طب ليه؟ انت دلوقتي زي ما هنعرف ان الدم كله بيحاول يتفلتر زي ما انا في حاله الفلتريشن، اشمعنى بس الدم كله ما بيتفلترش ما بينزلش الشارع كيورين ولتر ونص بس؟ دي حاجه اسمها الايه؟ الكونسنتريشن اوف يورين فانكشن اوف ذا كيدني. من اهم الحاجات اللي بتقوم بالدور ده ان شاء الله هنتكلم عنها في محاضره منفصله الفازا ريكتا. يبقى نقطه مهمه قوي تصير كتير رول فازا ريكتا الكونسنتريشن اوف يورين عن طريق حاجه اسمها نتكلم عنها انديكيت اسمها عطى كلمه دلوقتي لكن انسوها ونعرفها بتفصيل الممل في محاضره ثانيه. حاجه اسمها الكاونتر كارل ميكانيزم. انا جبت سيرتها قبل كده لو تفتكرهم في الريبرودكشن السنه اللي فاتت. فاكرين لما كنت بسالكم سؤال اقول لكم يا جماعه لو واحد عنده الاسبرماتوجينيسيس قليله نتيجه ان التستوستيرون قليل ينفع اديله تستوستيرون من بره؟ فاكرين لما كنت بسالكم السؤال ده؟ ما ينفعش. انا لو اديته يبقى بضره. هخليه انفرتايل. هيربي عضلات والسكشوال ديزاير تزيد ويبقى ما شاء الله لكن ايه؟ السبرماتوجينيسيس هيحصل لها انهبيشن عن طريق ميكانيزم حاجه اسمها الكاونتر كارل. سيبوا الكلمتين دول بس اعرفها كاسم دلوقتي هنتكلم عنها بالتفصيل الممل في المحاضره لوحدها. حاجه اسمها الكاونتر كارل مهمه جدا جدا جدا. هتتقال بالتفصيل الممل في محاضره ثانيه. انا بس عايزك تبقى فاهم ايه السبيشال كاركترز وبالتفصيل هنتكلم عن كل نقطه بعدين. يبقى اول حاجه اتكلمنا عنها مين؟ ها؟ اتكلمنا في اول نقطه اللي دي بورتال سيركوليشن. ثاني حاجه افرنت وافرنت ارتريول. ثالث حاجه جلوميرولار كابيلاري. رابع حاجه اتكلمنا عنها اللي هي السبيشال كاركتر بتاعه الفازا ريكتا. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام جميل. طيب ندخل في النقطه اللي بعد كده. عايزين نعمل ميجرمنت للرينال بلاد فلو. سمعنا عن حاجه اسمها كليرنس برنسبل. هنسمعه دلوقتي وهنجيب سيرته بعدين برضك. حاجه اسمها بلازما كليرنس. بلازما كليرنس تحفظوا الديفينيشن ده مهم. يعني ايه بلازما كليرنس؟ قال لك هو عباره عن فوليوم اوف بلازما ذات از كليرد اور كليند فروم سيرتن سبستانس بير مينيت. يعني ايه الكلام ده؟ من اهم وظائف الكيدني يا جماعه ها انها بتعمل حاجه اسمها من ضمنها انها تعمل فلتريشن زي ما نعرف المره الجايه ان شاء الله ويحصل حاجه اسمها ري ابزوربشن لحاجات. هل المواد اللي موجوده في الدم كلها
مواد مفيده ولا فيها حاجات ضاره؟ فيها حاجات ضاره. من اهم وظائف الكدني انها تخلص الجسم من هذه المواد، صح؟ ففي جزء من المواد ينزل في اليورين، صح؟ في مواد بتنزل توتالي في اليورين، في مواد 50% ينزل في اليورين، 10% ينزل في اليورين، 90% ينزل في اليورين. اما اقول لك ايه؟ يعني ايه كليرنس فانكشن او البلازما كليرنس؟ معناها الفوليوم اوف بلازما، كميه البلازما اللي بفضي منها هذه الماده. تاني بلازما كليرنس، من اسم كليرنس يعني حاجه بنشيلها بنعمل لها ريموفال من البلازما، وبلازما يعني بلازما، يبقى بلازما كليرنس هي عباره عن فوليوم اوف بلازما كليرد فروم سيرتن سبستنس بيرمننت. ناخد مثال لها، انا عايز اعمل ميجرمنت بالرينال بلازما فلو او رينال بلاد فلو. احنا بنتكلم على الرينال سيركوليشن، هتكلم على الرينال بلاد فلو. قال لك بستخدم ماده تسيل الكافيسات تسيل اس كيو، حاجه اسمها البارا امينو هيدروك اسيد، وفي ماده ثانيه بتستخدم اسمها الدايدراكس. ثاني الاكويتش اوف ذا فور از يوزد از اميزر فور رينال بلازما فلو، بستخدم مين؟ ممكن يجيب لك اختيار بارا امينو هيدروك اسيد من ضمن الاختيارات، او ما يجيبهاش ويجيب لك ماده ثانيه اسمها الدايدراكس. السؤال هنا عشان افهم البلازما كليرنس، لحد دلوقتي انا متاكد انكم ما فهمتوش البلازما كليرنس، مش هفهم الحاجه لما اخد مثال لها. المثال هنا انا عايز اعمل ميجرمنت للرينال بلازما فلو، وبالتالي اعمل ميجرمنت لحاجه اسمها الرينال بلاد فلو باستخدام ماده اسمها مين؟ اللي انا لسه قايلها، حاجه اسمها البارا امينو هيدروك اسيد. طيب ركزوا معايا بقى في النقطه دي، انا عايز اقيس الرينال بلاد فلو، هل لازم استخدم ماده لها مواصفات خاصه؟ اول صفه في الماده انها ما تكونش توكسيك، ده كلام مطلق، انا عايز استخدم الماده في اي حاجه في الجسم لازم تكون نون توكسيك، صح الكلام؟ ثاني حاجه ان الماده دي نوت ميتابولايزد باي ذا بود، ده كلام مطلق برضه، خلاص مش سبيسيفيك. لكن ايه الحاجه السبيسيفيك اللي تخليني استخدم ماده زي البارا امينو هيدروك او الداي دراست؟ ركزوا معايا في النقطه اللي جايه دي، ان شاء الله لما عشنا كل قبل المره الجايه ان شاء الله ناخد محاضره اسمها فانكشنز اوف رينال تيبيولز. احنا عندي النفرون، قلت في عندي حاجه اسمها بروكسيمال كونفيليتد تيبيول، حاجه اسمها لوبوفيرال، حاجه اسمها ديستال كونفيليتد تيبيول، حاجه اسمها كولكتنج داكت. زي ما هنعرف ان شاء الله هتعرفوا من ايه الوظائف بتاعت الرينال تيبيول ديت. اول حاجه بيحصل فلتريشن، ده دي اول وظيفه هنتكلم عنها ان شاء الله المره الجايه. تاني وظيفه ان يحصل ري ابزوربشن لحاجات، اعاده امتصاص لحاجات، هنتكلم عنها المره الجايه. تالت حاجه ان يحصل سكريشن، ان الرينال تيوبيول دي دهنيه ممكن تفرز ماده ما تنزلها في اليورين. الوظيفه اللي بعد كده اكسكريشن، يعني تنزلها في اليورين، ترميها في اليورين. يبقى كلمه صغيره حد ما نقولها المره الجايه ان شاء الله، الفانكشنز بتاعت الرينال تيوبيول ان اول حاجه الفلتريشن، فلتره الدم، ان الدم ان شاء الله زي ما نعرف حالا جلوميرولار فلتريشن ريت، ان الدم يتفلتر من خلال حاجه اسمها جلوميرولار ممبرين، هنتكلم عنه حالا. ثاني حاجه عندي ان يحصل ريابزورش، اعاده امتصاص لحاجات معينه. ثالث حاجه ايه؟ سكريشن، ان التيوبيولز نفسها ممكن تصنع حاجه وترميها فين؟ في الايه؟ الورق. او السنسز بعد كده ان التيوبيول تصنع، ثم اخر فانكشن السكريشن انها تنزلها في الورق. طيب انا عايز اعرف الرينال بلاد فلو، يبقى لازم استخدم ماده، ركزوا معايا في النقطه دي. انا عندي مواد، فاكرين اهي لسه راكبها ايه؟ الفازا ريكتا. لازم استخدم ماده تمشي فين؟ في الدم. والماده ده هنا تروحش للتشز، تدمها في الدم، لكن تروح فين؟ تروح في اليورين، يحصل لها اكسكريشن، سكريشن ثم اكسكريشن. يبقى لازم استخدم ماده تمشي في الدم، ما يحصل لهاش يوتيلايزيشن باي اني تيشن، ولكن يحصل لها ايه؟ سكريشن ان يورين، سكريشن في التيوبيول ثم اكسكريشن ان يورين، يعني استخدم ماده تمشي في الدم ما تستهلكش وتنزل في اليورين، صح ولا لا؟ وضحت الصوره؟ علشان اقيس الرينال بلاد فلو يبقى في ماده معينه تستخدم تمشي في البلاد يحصل لها اكسكريشن فولي فين؟ في اليورين، بس عن طريق مين؟ عن طريق السكريشن ثم اكسكريشن. الماده دي اسمها البارا امينو هيدروك اسيد، او ماده ثانيه اسمها الدايدراست. يبقى اما تتسال هنا
why bar amino hydrochloric acid clearance is used in estimation of renal plasma flow؟ نتيجه انه في حاجه اسمها هاي اكستراكشن ريشيو. ايه الهاي اكستراكشن ريشيو؟ قال لك تقريبا 90% من الماده دهيت تنزل في اليورين. يقول لك يعني مش 100% بس لها حسبه معينه بتغلب على 10% دي. ازاي؟ ابحسب اول حاجه اسمها الايه؟ الكليرنس بتاعت البارا امينو هيدروكسيد اسيد. البلازما كليرنس زي ما قلنا ان جنرال لها قانون. القانون بيقول لك ايه؟ انا وليكن انا عايز اشوف الكليرنس بتاع مين؟ البارا امينو هيدروكسيد اسيد. قال لك بشوف اليورين كونسنتريشن من الماده دي بنحسبها. وبشوف الفوليوم اوف يورين. ونضرب القيمتين في بعض ونقسم الناتج على الكونسنتريشن بتاعت مين؟ الماده ديت فين في البلازما. يبقى تاني عايز اعرف الكليرنس البلازما كليرنس لاي ماده عباره عن الكونسنتريشن بتاعت الماده دي في اليورين مالتبلايد باي يورين فوليوم الملي بير مينت ديفايدد باي الكونسنتريشن بتاعت الماده ديت فين؟ في البلازما. البلازما كليرنس يا جماعه انا عاملها محاضره كامله مش محطوطه لكم كمحاضره. حاططها على الموقع عندي لو حبيتوا ايه؟ انا مطلوبه كاوبجيكتيف لكم مش محطوطه كمحاضره. فيا ريت تقروها من ديتيل عن كده. وضحت الصوره يا جماعه؟ طيب يبقى انا دلوقتي لو قريت البلازما كليرنس تاني اشوف انا فهمتها ولا لا؟ هي عباره عن فوليوم اوف بلازما كليرد فروم سيرتن سبستانس اطبق على البارا امينو هيدروكسيد اسيد. هي عباره عن الفوليوم اوف بلازما كليرد فروم بارا امينو هيدروكسيد اسيد. طب 90% كليرد يقولوا عليها الافكتيف بلازما فلو. هل كل الدم اللي رايح للكيدني يا جماعه بيبقى رايح علشان يحصل له فلتريشن وابزوربشن واكسكريشن وخلافه؟ لا. 10% فور نيتريشن بتاع الكيدني بيروح للنون اكسكريتري او اكسكريتري بار. فبالتالي 90% دول اللي بيحصل لهم اكسكريشن فيقولوا عليها الاكستراكشن ريشيو. القيمة الكليرنس اللي هتطلع يقول عليها افكتيف رينال بلازما فلو يعني اللي فعلا بيحصل لهم ايه؟ فلتريشن ويمشوا في البصيل بتاع النفرون. طب انا عرفت القيمة اقدر اعرف توتال رينال بلازما فلو؟ لو انا عملت ايه؟ انا قلت اللي هيطلع اسمه ايه؟ افكتيف رينال بلازما فلو. هطلع حاجة اسمها الاكشوال رينال بلازما فلو عن طريق القيمة اللي هتطلع هقسمها على مين؟ على الاكستراكشن ريشيو. بمعنى بصوا يا جماعه هديكم مثال بسيط جدا. لو انا جيت دلوقتي قلت لكم يا جماعه اللي حاضر دلوقتي 90 واحد وهم يمثلوا 90% من الطلبه يبقى عدد الطلبه كام؟ 100 صح؟ هقسم 90 على الريشيو يطلع لي 100. وضحت الصوره يا جماعه؟ بمنتهى البساطه المفروض منك كلمتين وبس. يقول لك ايه؟ بلغوا يعني اقصاها. يقول لك ايه؟ رينال بلاد فلو كان بي ميجرد باي يوزنج ذا كليرنس اوف ذا فولينج سابستنس. ويديك امثله اليورين برا امينو هيدروكسيد اسيد يوريا كرياتينين اتك يبقى مين؟ برا امينو هيدروكسيد اسيد. ده بمنتهى البساطه كلام كويس. طب بعد كده يبقى تاني اتكلمنا على الفيشيال كاركترز بتاعت مين؟ الرينال سيركوليشن. اتكلمنا على هاو تو ميجر رينال بلاد فلو. النقطة اللي جاية فيها كان دي تصير كتير شرط اسي زي ما قلت فاكتورز افكتنج بتصير كتير. ها طيب الحين ليش صار لها ريابزوربشن بعدين سكريشن؟ كلام جميل. طب معلش ركز معايا انا دلوقتي هديك مثال بسيط. الجلوكوز مش موجود في الدم. الجلوكوز بيحصل له فلتريشن فين؟ في الكيدني. يعني بينزل على حاجه اسمها البرايمري فلتريت هنتكلم عنه حالا بس مش عايز وقت. طيب لو الفلتريت ده هو نزل كله في اليورين يبقى الجلوكوز كله نزل في اليورين صح؟ ينفع؟ ينفع الجلوكوز ينزل في اليورين؟ من رحمة ربنا ان بيعاد امتصاص ريابزوربشن ل 100% من الجلوكوز علشان ينزل يدخل الدم تاني. يبقى فايدة الريابزوربشن ده هنتكلم عنها بالتفصيل بكره ان شاء الله. فانكشنز بتاعت التيبيوز. الريابزوربشن علشان ايه؟ يعيد امتصاص الحاجات المهمة بالنسبة لي. واللي انا مش عايز ارميها في الشارع. في مواد توتالي ريابزورب. في مواد بارشالي ريابزورب. في مواد نوتري ابزورب. مش عايزها برميها في الشارع. وضحت صح؟ هنتكلم عنها بالديتيل بكره ان شاء الله. نعم. طب التوتال بلاد اللي رايح للكدني بس 10% اللي يوصل لهم للتيشو والباقي 90% دول بيدخلوا بيحصل لهم فلتريشن و10% دول عشان النيوتريشن بتاعت الكدني.
كتيشو عادي اكنه ملوش علاقه بالايه بالفلتريشن الخلافه. طب نركز معاك في النقطه ديت بقى يا جماعه، فاكتورز افكتنج رينال بلاد فلو. اي ريجوليشن في الدنيا، مش انا قلت يا اما حاجه اسمها ايه؟ ها؟ نيرفس ريجوليشن يا كيميكال ريجوليشن، كذا. ما تصير في ريجوليشن حتى لو مش مذاكر الموضوع، هقسمها كده، ان في حاجه اسمها نيرفس ريجوليشن وحاجه اسمها كيميكال ريجوليشن، من غير ما ابص على اللي على السبوره. النيرفس ريجوليشن يعني معناها انا اشوف الاورجن اللي اتكلم عنه ده سبلايد باي اوتونوميك، يبقى اوتونوميك ريجوليشن. طب الكيميكال تشمل ايه؟ ممكن هرمونز، دراكس، اذر فاكتورز، صح؟ طب نمشي على الكلام اللي هنا. النيرفس ريجوليشن، فاكرين يا جماعه لما كنا بنقول ان في حاجه اسمها الاوتونوميك نيرفس سيستم؟ في حاجه اسمها سمباثيك سبلاي للكدني عن طريق حاجه اسمها جريتر سبلانكليك نيرف، بيروح يغذي الكدني ويعمل ايه في الكدني؟ سمباثيك سبلاي تو ذا كدني، بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. اثنين افرنت ارتريو، ركزوا معايا يا جماعه، هذا الافرنت ارتريو، انا عندي الحنفيه اهي. لو انا قفلت الحنفيه الميه تنزل كتير تقل، فالافرنت ارتريو ده اللي هيودي الدم لمين؟ للجلوميرولار كابيلاري. فلما اقفل الحنفيه اعمل كونستريكشن للافرنت ارتريو، هقلل مين؟ هقلل الرينال بلاد فلو. وضحت الصوره يا جماعه؟ تاني حاجه وبتفيد ام سي كيو كتير جدا، سواء لكم في سنه اولى او في ثانيه او في ثالثه. في حاجه اسمها بيتا 1 ادرينرجيك ريسبتورز موجوده على حاجه اسمها جاكستا جلوميرولار سيل، وهنتكلم عنها في محاضره ثانيه بعدين ان شاء الله. استيميليشن لهذه البيتا 1 ادرينرجيك ريسبتور بتزود لك الريليز بتاع مين؟ الرينين. زي ما زميلكم قال في الاول حاجه اسمها رينين انجيوتنسين سيستم، ده هنتكلم عنه ان ديتيل بعدين ان شاء الله. طيب يبقى انا عرفت سمباثيك ستيميليشن بتعمل ايه؟ يبقى اول فاكتورز حاجه اسمها نيرفس ريجوليشن. لو جيت سؤال زي ده هقوم كاتب نيرفس فاكتور واقوم كاتب كلمتين صغيرين منها اللي هو الفانكشن بتاعت السمباثيك سبلاي. طب تاني حاجه بقى هرمونال فاكتورز، قسمتها لحاجتين، في حاجات تزود الرينال بلاد فلو وحاجات تقلل الرينال بلاد فلو. اللي يعمل فازو دايلاتيشن للافرنت ارتريول يزود الرينال بلاد فلو، واللي يعمل فازو كونستريكشن يقلل الرينال بلاد فلو. امثله تتحفظ، هحط لكم كام سؤال مسكين. النور ادرينالين اللي هو مين؟ النور ادرينالين. الانجيوتنسين 2 الالف دايريتيك هرمون اللي هو الفازو بريسين. الاندوثيليوم دول سترونج فازو كونستريكتور سارسز. السيروتونين سام تايب اوف بروستاجلاند، كل دول بيعملوا فازو كونستريكشن لمين؟ للانترلوبولار ارتريز اند افرنت ارتريوز، فتعمل لك تقلل لك مين؟ الرينال بلاد. طب اللي يعمل فازو دايلاتيشن بقى؟ يعمل العكس زي مين؟ اسيتايلكولين. الدوبامين هتحط لك امسك لان عارف انك هتغلط فيه، لانك هتفتكر ان الدوبامين الدوبامين وان اوف كاتيكولامين بيقوم عامل فازو كونستريكشن فيقل. لا هنا اكسبشن، الدوبامين بيزود الرينال بلاد فلو. هحطها لكم كده عشان ما تنسوهاش. خلاص؟ اندوثيليوم درايف ريلاكسنج فاكتور اللي هو النيتريك اوكسايد. بروستاجلاند اي 2 اي 2 وسام تايبس اوف ايه؟ اوف بكتيريا توكس، كل دول يزود لك الرينال بلاد فلو. مهم جدا الجدول ده يا جماعه. يبقى فاكتورز انكريز اور ديكريز رينال بلاد فلو قسمناها، لو عملت فازو كونستريكشن تقلل، دايلاتيشن تقل تزود. طب بعد كده قال لك هيموداينامك فاكتورز، الحاله اللي احنا قلناها في الاول، واحد حصل له سيفير انجري، حصل سيفير بلاد لوس، يعني حصل هايبوفوليميا هايبوتنشن، تعمل لك ايه؟ كونسورت اوف سمباثيك ستيميوليشن، فتعمل لك ديكريز للرينال بلاد فلو. توقيت يا جماعه ممكن ايه؟ لو سيفير بلاد لوس ممكن يوصل لاكيوت رينال فيلير. اكيوت رينال فيلير، شفت وصلت لحد فين؟ ايه تاني؟ السيفير ماسكولار اكسرسايز يعني سمباثيك ستيميليشن برضك. ايه تاني؟ سادن ستاندنج فروم ريكامبنت بوزيشن، واحد كان نايم وقف يحصل زي حاجه اسمها اورثوستاتيك هايبوتنشن، فيقلل لك برضك الرينال بلاد فلو. طب اللي يزود الرينال بلاد فلو ايه رايكم؟ البريجننسي مش في حاجه اسمها يا جماعه انكريز البلازما فوليوم ديورنج بريجننسي، فيعمل لك زياده للبلاد فوليوم، فيزود لك الزياده لمين؟ يزود لك الرينال بلاد فلو. هاي
بيعمل بروتين دايت. لما الواحد ياكل اكل بروتين كتير بتزود له مين؟ الرينال بلاد فلو، عن طريق حاجه اسمها ايه؟ الانكوتد بريشر بتاع مين؟ او البلازما كولويدال بريشر. هنتكلم عنها حالا اهو، واحنا بنتكلم في الجلومولار بريشر دي. طب اخر واحده اوتو ريجوليشن، لانها ما بين الجلومولار بريشر ريت والرينال بلاد فلو. اوتو ريجوليشن تعني لا انا محتاج نيرفس كنترول ولا هرمون كنترول. يعني لو في دينرفيت الكدني، لو ترانسبلانت الكدني، يعني نقلين كدني مفيش نيرف سبلاي لها، يبقى تشتغل بنفسها. اوتو ريجوليشن، انترنسك ريجوليشن. قال لك عن طريق ايه؟ حاجه اسمها مايوجينيك ثيوري. البلاد فيسل لو تفتكروا في كارديو فاسكولار سيستم كنا بنقول له مايوجينيك بروبرتي، ان لو سافر ايه؟ البلاد بريشر هيحصل ستريتش للوول او كومبريشن على السموث ماسل او ستريتش للسموث ماسل، فيحصل فازو كونستريكشن فتقلل البلاد فلو. تاني حاجه الكدني يا جماعه مش هتلاقوا حواليها في كبسول حواليها بيعمل ليميتيشن زي بالظبط. ايه رايكم؟ ان شاء الله لما تاخدوا في السين ناس هتعرفوا ان احنا عندنا السكال صح؟ جوه البرين فيه سائل بيعمل بروتكشن للبرين. لو زاد البريشر سلايتلي جوه البرين نتيجه اي سبب هيحصل ماركت انكريز انتراكرينيال تنشن. ليه؟ لان في سبيس مقفول. صح الكلام؟ فالكدني هلاقي حواليها كبسول. الكدني اهي حواليها كبسول. لو حصل سلايت انكريز ان بلاد فلو هيزود الانترا رينال بريشر، هيزيد البريشر جوه هذا الايه؟ جوه الكدني، فيعمل ايه؟ ديكريز للبلاد فلو. هل احتاجت نيرفس كنترول؟ لا. اهم واحده فيهم بقى يبقى اول حاجه مايجينيك ثيوري، ثاني حاجه اسمها ايه؟ انترا رينال تيشو بريشر ثيوري، في حاجه اسمها تيوبيولو جلوميرولار فيدباك. تيوبيولو جلوميرولار فيدباك، يعني ايه تيوبيولو جلوميرولار فيدباك؟ يعني في حاجه في التيبيولز بتاعه الكدني تاثر على الرينال بلاد فلو والجلوميرولار فلتريشن ريت. بمعنى ركزوا معايا في النقطه دي، لو واحد عنده هايبوتنشن صح، لو بلاد بريشر قليل فادى الى هايبوتنشن، هيقل مين؟ الرينال بلاد فلو. اما يقل الرينال بلاد فلو هيقل الفلتريشن صح، هيقل الكونسنتريشن بتاع سيرتن ايون زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد اللي في الفلتريت. ده كلام منطقي. قال لك خلي بالك هنتكلم المره الجايه عن حاجه اسمها ماكيولا دينسا سيل. سيرتن سيل موجوده فين؟ في الديستال كونفليوتد تيوبيول اكت اف ريسبتور علشان تشوف مين؟ الصوديوم كونسنتريشن، الكلورايد كونسنتريشن، البوتاسيوم كونسنتريشن. لقيتهم قليلين اطلع لك حاجه اسمها بروستاجلاندين، وتطلع لك تخلي الجاكستاجلوميراسين تطلع رينال. البروستاجلاندين اي تي يعمل فازو دايلاتيشن للافرنت ارتريول. طالما عمل دايلاتيشن للافرنت ارتريول يزود مين؟ الرينال بلاد فلو، يزود الجلومال فلتريشن ريت. الرينال سكريشن هيطلع لك مين؟ هيمشي في سكه الرينال انجيوتنسين سيستم، فيزود لك مين؟ الانجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 بيعمل فازو كونستريكشن للافرنت، فهيعمل ايه؟ هيزود البريشر هنا جوه الجلوميرولا الكابيلاري. كمان شويه هنعرف ان بيزود الفلتريشن الفلتره، فبالتالي يزود الجلوميرولا فلتريشن. تاني ده مهمه جدا، مهمه جدا جدا جدا، اس كيو ممكن تبقى شورت اس. تيوبيولو جلوميرولا فيدباك. فيدباك يعني فيدباك، حاجه حصلت بتاثر على حاجه. لو قل البلاد فوليوم ادي لهايبوتنشن، ديكريز الفلتريشن، ديكريز صوديوم كلورايد بوتاسيوم ليفل في الفلتريت، الحاجات دي كلها هيحصل لها ايه؟ سنسد بمين؟ هتتحسب بمين؟ بالماكيولا دينسا. الماكيولا دينسا تطلع بروستاجلاندين اي 2 يعمل فازو دايلاتيشن للاسيد ارتيول، وتستيميوليت الجاكستاجلوميرولا سيلز عشان تطلع الرينال، اللي يعمل فازو كونستريكشن للافرنت ارتيول. فالنت ريزلت انه يزود الرينال بلاد فلو ويزود الجلوميرولار فلتريشن ريت. تو سمرايز سبيشال فيتشرز اوف رينال سيركوليشن اتكلمنا عنها، دي الحاجات المهمه اللي فيها. ازاي اعمل ميجرمنت للرينال بلاد فلو؟ ثم اخر حاجه عندي اتكلمنا على الفاكتورز افكتنج رينال بلاد فلو. هيتبقى الجلوميرولار فلتريشن ريت وغايه الاهميه، ما ينفعش ايه اخطفه في الخانه ازاي؟ يا ريت نحدد وقت نقول فيه بالتفصيل يبقى افضل. ايه رايكم يا جماعه؟ ها ماشي؟